المواطن العادي وكل أهل السودان. الآن حقيقة المجتمع الدولي بيقول لك أهل السودان، والله الشارع السوداني، والله المواطن السوداني قال كلمته في شارع 60 وشارع 40 وشارع المعونة. هؤلاء ليسوا أهل السودان. والقضايا المطروحة الآن أن تسحب حكومة وتأتي حكومة، هذه ليست قضية أهل السودان وحياة أهل السودان. المنهج المطروح من بعض القوى، أنا بفتكرها هي ما قوى، هي مجموعات سياسية لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، هذا ليس منهج أهل السودان وليس منهجكم أنتم قاعدين في هذه القاعة. منهجنا نحن يا اخواننا اللي تربينا عليه، هذه البلد اساسها الاداره الاهليه اللي اسست البلد دي، وبعدها جاءت الطرق الصوفيه، وبعدها جاءت التنظيمات الاهليه، واساسنا هو الوسطيه وليس التطرف، واساسنا هو وامرهم شورى بيناتهم مش جهه معينه تفرض. لن يحكم هذا البلد يا اخواننا بفئه عمريه واحده. بعض الناس يتكلم يقول لك والله البلد تدير لجان المقاومه، مرحب بشبابنا والذين هم ضحيه للتضليل وللاستغلال اللي انتم شايفينه كلكم، الذين يدفعون بهؤلاء الشباب، بعضهم والشباب بيموتوا هم شالوا اولادهم بودوا فين في امريكا، وكانوا بيتكلموا باسم الشعب السوداني. بعضهم الان الحكومه التي كانت تدير هذه البلد على مدى 3 سنوات الان في لها 13 دستوري رجعوا من حيث اتوا. رجعوا إلى وظائف ورجعوا إلى اختراب، 13 من الذين كانوا يحكمون هذه البلد. ويتكلموا عن من يدير هذه البلد.